وأيضا على أهداف البرنامج الحكومي. تم اليوم تقديم خارطة الطريق أمام المجلس الحكومي، واللي بغيت نأكد عليه هو بأن هدف هذه خارطة الطريق هو كيفاش يتم واحد تحول ديال منظومة التربية والتكوين في أفق 2026، واللي احنا تنعتبره بأن هذا في المتناول إذا خدنا بعين الاعتبار تعبئة كل الفاعلين اللي هما تهتموا بهذا هذا القطاع. من طبيعة الحال هناك كان مشاورات واسعة اللي ساعدت على الصيغة، على وضع الصيغة النهائية ديال خارطة الطريق، واللي من اللي هذه خارطة الطريق تتنطلق من واحد المرجعية اللي هي ديال قانون إطار، واللي هي ديال النموذج التنموي، واللي تجعل واحد أهداف أساسية هي كيفاش نرفعوا من تمكن التلاميذ من تعلمات الأساس، كيفاش نحسنوا انفتاح التلاميذ على قيم وعلى أسس المواطنة، كيفاش نقصوا من الهدر المدرسي. وهناك 12 ديال الالتزامات اللي هي حددتها هاد ورقة الطريق، واللي هي تتوزع على 3 ديال المحاور: محور اللي هو تهتم بالتلميذ، محور اللي هو تهتم بالأستاذ، ومحور تهتم بالمؤسسات التعليمية. وفي نفس الوقت هاد خريطة الطريق حددت بعض شروط النجاح اللي هي عندها علاقة إما بآليات الحكامة باش نضمنوا هاد الجودة، إما عندها علاقة بالجانب ديال التعبئة ديال كل الأطراف، وواحد ميثاق الالتزامات اللي يمكن يكون ميثاق مشترك ما بين كل الأطراف، اللي يمكن يجعل التقائية تم ما بين الفاعلين. أو عندها جانب بطبيعة الحال اللي عنده علاقة بالتمويل ديال هاد خارطة الطريق، اللي يمكن يساعد باش هاد الالتزامات التنزيل ديالها يكون ممكن. الميزانية اللي هي مرتقبة هي باش يكون واحد الغلاف مالي إضافي للقطاع، اللي المعدل ديالو خلال 4 سنوات المقبلة يكون 5 مليار ديال الدرهم سنويا، اللي هي مخصة لهذا القطاع واللي هي إضافية كل سنة. 30% من القيمة النصب الفرنسية اللي فيه تقريبا 5 مليار.